هيمنة الثنائي حزب الله وحركة أمل تتخطى السياسة والأمن لتتسلط على الجامعات. هذا ما تتلمسه ماري تراز من خلال التعميم الذي أصدرته إدارة الجامعة اللبنانية بتعليق الانتخابات الطالبية للعام التاسع على التوالي، وهذه المرة بحجة الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد. حزب الله مهيمن على الفرع الأول، وهذا شيء ما بيتخبى، وهذا شيء مأثر بكذا محل كمان على باقي الفروع. فما لازم اليوم باقي الفروع يلي اليوم مستعدة تشتغل سياسة، اليوم مستعدة تعمل انتخابات، تنظلم على حساب فرع تاني، فرع أول بالأحرى ما بده هيدا الانتخابات أو هالديمقراطية تصير بالجامعة عنده. إذا بقيت هالهيمنة مصيرها للجامعة اللبنانية إنه يبطل بقى في عمل سياسي بالمرة، وهيدا شيء منه منيح أبداً للمستقبل. وبرأيك شو هدف حزب الله من هالشيء؟ الهيمنة، هالشيء واضح يعني. هنا ممنوع على الإعلام الدخول إلى الكلية، حيث يصر الطلاب على رفض التسلط والتعبير عن آرائهم ولو من خارج السور الجامعي. نحن محرمين من أقل حقوقنا واللي هو حق الاقتراء أو حق التعبير عن الرأي أو ننشر أفكارنا السياسية. نحن زيادة عن هيك طلاب حقوق وعلوم سياسية، مانا قادرين نحن لا نعمل محاضرة سياسية ولا نوصل أفكار ولا أنه ننشط حزبياً. الاتجاه العام انه اداره الجامعه هي ما بدها تعمل انتخابات بتاثير وهيمنه الاحزاب المسيطره على اداره الجامعه اللبنانيه اللي كلنا بنعرفها. اكيد الاحزاب فينا نسمي مثل حركه امل، مثل حزب الله، اللي ما بهمها ابدا يصير في انتخابات، لانه نتيجه الانتخابات حتبين نتائج هن ما بيرضوها وما بيهمهم ابدا تتظهر للراي العام. هيدي الفرقاء يلي عم تشتغل بهيدي الطريقة عم بتحاول تأثر على الطلاب، بتخوفهم من العمل السياسي، لأنه بس يقوى العمل السياسي هيدي الفرقاء بتضعف. هيدي الفرقاء ما بهودها حدا يعرف الصح ومن الغلط، بدها تضلها ماشي بموجة هيمنة، مثل ما في هيمنة على الدولة تمشي موجة الهيمنة على الجامعة، على قرار الجامعة، على القرار السياسي تبع الطلاب. قلق على مصير مستقبلهم لا يتردد الطلاب في البوح به، لا سيما أن الآتي من الأيام قاتم كما يتوقعون. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.